الشروط والسن والمهلة المتاحة علشان الناس تتقدم وتحجز. طيب احنا عندنا ان شاء الله هنتيح من يوم 23 اكتوبر الجاري اللي احنا فيه دلوقتي لحد يوم 26 ديسمبر السنه دي 2024، هنتيح على موقع الحجز الخاص بالوحده اللي هو reserve.newcities.gov.eg، هنتيح الكراسه وهنتيح الشروط واسلوب السداد. لكن خلينا برضو نتكلم ان هيبقى في مقدمات حجز تتراوح ما بين يعني من اول ممكن توصل لحد 150,000 بحد اقصى، دي المقدمات عشان الناس تبقى برضو اللي بيحاول يجهز، لان الناس عارفه المقدمات دي احنا ما غيرناش فيها حاجه. وعندنا برضو طب هي البدايه كام يا فندم؟ يعني احنا حد اقصى 150، لكن البدايه طيب لسه. خليني برضو لسه هيبقى لينا لقاء تاني مع حضرتك طيب لما خلاص تخلص بالكامل. اوكي طب خلاص ناخد المعلومات المتوفره دلوقتي، اتفضل. المعلومات المتوفره عندنا دلوقتي ان الاسعار الامطار هتكون في المتناول، الحمد لله احنا ما زدناش خالص عن اسعار اخر طرح من حوالي سنه ونص تقريبا. بنتكلم في حوالي 13,000 15,000 اقصى حاجه كانت 17,000 بنتكلم في سعر المتر. كويس. وطبعا ده بيتراوح من حسب نوع المشروع، لان كان متميز بيكون سعره اعلى من جنه وجنه اعلى من استكن مصر. وفي نفس الوقت برضه بيتميز بنسبه التميز او بيبقى فيه وحدات متميزه ليها سعر مختلف، وفي بعض وكل مدينه ليها تسعير خاص. فبرضه خلينا ما نستعجلش التفاصيل، لما الكراسه تكون متاحه ان شاء الله، والميزه هنا عندنا ان الكراسه هتكون متاحه اونلاين والتقديم، وبعد كده ان شاء الله هتبقى في قرعه يدويه هيتم الاعلان عنها بعد ما نخلص مده استحب الكراسات والتقديم والرغبات للحاجزين. طب مين اللي ملوش ان هو يقدم؟ طيب يعني او اللي ما ينفعش انه يقدم، او يعني هل اللي حصل على وحدات سكنيه قبل كده من نفس المشروعات حتى لو محافظه تانية، يعني مين اللي اتفضل؟ طبعا زي ما سيادتك تفضلت كده وسبقتيني في الاجابه ممتاز. احنا طبعا بنحاول نخلي دايما اللي يستفيد اللي استفاد قبل كده يسيب فرصه لحد تاني يستفيد. كويس. لكن طبعا في بعض الاماكن بيكون فيها وحدات متاحه. وبالمناسبه عايز اقول لسيادتك حاجه، ان حاليا بالتزامن مع الاعلان ده اللي هيبدا من 27 اكتوبر في طرح تاني شغال اعلنته الوزاره من اسبوعين، والحمد لله كان في اقبال كبير جدا ولسه مستمر. لحوالي 1600 وحده سكنيه موجوده برضو في عديد من عدد من 8 مدن جديده، والطرح ده موجود حاليا في كل المدن والكراسه بتتباع في اجهزه المدن الجديده. هو ده اللي فيه تمويل عقاري يا فندم؟ بص يا فندم، احنا دلوقتي عندنا تسهيلات بتقدمها هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده للتقسيط على من 3 ل 5 ل 7 سنوات. كويس. والتمويل العقاري متاح من خلال مؤسسات التمويل والبنوك. كويس. يعني اي حد من الحاجزين هيحجز وحده وهياخدها قبل السكنه ومتشطبه حالا، لان كل الوحدات دي تسليم فوري، يقدر يتوجه لاي جهه تمويل، ودي منطبق عليها شروط التمويل العقاري اللي بيتاحها البنك المركزي المصري. كويس. طيب تمام. يعني التسهيلات احنا بنقدمها، وفي نفس الوقت برضو في تعاون مع جهات التمويل عشان لو حد حابب ياخد وحده من الوحدات دي. طبعا من ضمن شروط التمويل العقاري ان الوحده تكون جاهزه للسكن، فاحنا بنقدم في الاعلان ده وحدات جاهزه للسكن. انا عشان كده سالت ان ده استلام فوري فينفع معاه تمويل عقاري. الله ينور حضرتك يا فندم، هي فعلا استلام فوري وجاهزه ان شاء الله للتسليم للحاجز، وهنا يبدا اجراءات التمويل العقاري مع اي جهه يفضلها مع اي بنك يفضله. طيب يعني انا عارفه ان انا يعني تقلت على حضرتك في الكلام، بس خليني اسال بقى الاسعار، هل الاسعار بنفس الطرح القديم ولا زادت ولا ايه اخبارها؟ ولا لسه ما تمش تحديد؟ زي ما سياده الوزير في المؤتمر الصحفي اللي كان من حوالي 3 اسابيع يعني اتسالنا نفس السؤال ده، والاسعار زياده ممكن تكون فيها زياده طفيفه جدا جدا بمناسبه طبعا لا تتناسب مع الزياده الرهيبه في اسعار مواد البناء والعماله وخلافه، لكن الزياده اللي هتبقى طفيفه جدا بسبب انه بعض التكاليف اللي زادت او كده، لكن ما فيش انا يعني حسب اللي طلعت عليه من معلومات انه الاسعار ما بعدتش خالص عن اخر طرح من حوالي سنه ونص. طب كويس. فان شاء الله تبقى في متناول كل الناس، وان شاء الله كل الناس يستفيدوا، ونبارك لهم على وحداتهم اللي جاهزه ان شاء الله للاستلام. وبالمناسبه هننزل في الكراسه الاماكن والوحدات ومتاحاتها واماكنها في كل مدينه، بحيث ان الحاجز يبقى عنده الوقت الكافي انه يروح يبص على الوحدات في المدينه ويشوف المكان ويشوف الخدمات اللي موجوده ويشوف المواصلات القريبه لاقرب مكان ويشوف كل حاجه قبل ما ياخد الرغبه ويقدر رغبته النهائيه ويقدم لدخول قرعه الطرح ان شاء الله. اخر سؤال، احنا طرحين 600 وحده سكنيه جاهزه للتسليم الفوري في العالمين الجديده، تفاصيل